التعاون يفتتح مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا بفوز مهم على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف واحد. نشوف نتائج مباريات اليوم. طبعا فاز سبهان الإيراني على بختكور 3-1، الغراف القطري مع فولاد خوزستان الإيراني تعادل سلبي، التعاون فاز على الدحيل القطري 2-1، وأهال تركمانستان مع شباب أهلي دبي الإماراتي 1-1. بكرة الجمعة نذكركم بالمباريات اللي راح تقام بكرة، عندنا السد القطري مع ناساف الأوزبكي 8:15، استقلال طاجكستان مع الريان القطري 8:15، مومباي سيتي الهندي مع الشباب السعودي على ملعب الملز 8:15 في الرياض، الجزيرة الإماراتي مع القوة الجوية العراقي 11:15، الهلال السعودي مع الشارقة الإماراتي 11:15، والوحدات الأردني مع الفيصلي السعودي 11:15. التعاون يفوز على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف واحد. الأجنبية التي تغيب أشرف مهديوي ومصطفى فتحي وكذلك كاسيو، تلك أسماء مهمة وكبيرة، وكذلك الكرة أحذار من الأخطاء، معتز بقعاوي والكرة للدحيل 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 يا معتز، هم ما يحتاجون هدايا يا معتز، هم ما يحتاجون هدايا ولا ينتظرون أخطاء في مثل هذه المواقف. أدميلسون جونيور، أدميلسون جونيور، آه يا معتز، آه يا معتز، آه يا معتز، أي خطأ وقعت فيه وأي تمريرة وأي هدية وأي كرة يستغل. الممتع صاحب 31 سنة، اللاعب اللي بيقدم المستويات الكبيرة مع دحيل، الكرة عادت، الأخطاء الأخطاء يا توابة 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 يا الله، الكبير كبير، الكبير كبير، اصرخ صرخة الذئب الكبير يا توابة حبيبي، يا توابة حبيبي، يا توابة حبيب التعاونيين، حبيب الملايين، حبيب العشاق. مباراة اليوم هل هي مقبولة؟ هل هي إيجابية؟ أم أن الثلاث 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 يا توامبا، الثلاث يا توامبا، الثلاث يا توامبا، الثلاث يا تعاون، الثلاث يا تعاون، سواها مدراد